ما رأيكم فيما يسمى الآن بالربيع العربي؟ والله ما شفنا ربيع، ما شفنا إلا قتل، ولا شفنا إلا فتن، ولا شفنا، ما هو بربيع هذا، هذا دهر. نعم، اللي مسمينه بهذا الكفار، المسلمين ما سموا هذا الربيع، يسمونه الفتن والشرور. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث في قول النبي هو صحيح أنه ربيع للكفار لأنهم يضرون به المسلمين، وهم يسرهم ما يضر المسلمين، يسرهم هذا هو ربيعهم. نعم،